السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة خليفة الغزالي. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم هذه المضخة ديال خمسة الخيل ونص اللي خدامة ب 15 لوح شمسي، راه كنتواجدوا في مدينة ولاد زمام، بالضبط في إقليم الفقيه بن صالح بني ملال. كما كتشوفوا الإخوان الكمية ديال الصابيب تبارك الله ديال هذه المضخة، واليوم غادي يكون عندنا فيديو استثنائي ماشي بحال الفيديوهات الاخرين. اليوم ان شاء الله غادي نحطوا النقاط على الحروف. بالنسبه للاخوان اللي كيقولوا لي خاصنا ضروري نشوفوا الماتيريال والسلعه باش كتخدموا، بالنسبه لهذا الاخ اللي كيتواجد في الديار ايطاليا كلفنا باش نجيبوا ليه هذا الماتيريال ونركبوه ليه. بعد ما اتصل بنا عبر القناه وخدينا معاه موعد بالنسبه لهذا الارض الفلاحيه اللي عنده، راه فيها الزيتون يعني واحد المجموعة ديال الزيتون. هاد المضخة ديال خمسة الخيلونس راه ممكن تسقي لك مساحة تقريبا ديال 3 هكتارات أو 2 هكتارات ديال الزيتون، وفي حالة ما إلا كان الفصة راه ممكن دير لها التنقيط بلا ما تحتاج للباسان أو لا مضخة ديال السيرفاس باش تدفع لك للرشاشات، راه ممكن تبرونشيها مع هاد المضخة ديريكت. وحنا الحمد لله قمنا بالواجب ودار فينا الثقة التامة، وإن شاء الله غادي نكونوا في حسن الظن ديالو وفي حسن الظن ديال الإخوان اللي في الجالية المغربية. كل متتبعي قناة خليفة الغزالي، لجنا للخيط ديال التورسادي اللي كيتحمل القوة ديال الأمبير وكيتحمل الفولتاج والطول ديال المسافة. بالنسبة للمضخة جنا الخيط ديال أحسن ماركة كاينة في المغرب. الإخوان اللي كيسولوني في التعاليق وكيقولوا لي بأن الماتيريال باش كتخدم خصنا نبقاو نشوفوه، حنا باش نوفروا عليه بزاف ديال المصاريف. دابا غادي نجيو للمضخة. بالنسبة للمضخة غادي نعطيكم بزاف ديال المعلومات على المضخات. هذه 100% كتكون دوريجين. اول حاجه غادي نشوف باش نعرف بان المضخه ديالي مزيانه هما هاد لي توربين. لي توربين كيكونوا ديال الانوكس من الداخل ماشي ديال البلاستيك. كما كتشوفوا هنا راه عندنا خمسة الخيلونس، وبالنسبه للدفع ديال المضخه راه كيوصل حتى 145 متر. هنا كما كتشوفوا الداخل ديالو كله انوكس. بالنسبه للكلابي راه فيه كلابي دوريجين لداخل، هذه راه نوعيه مخيره يعني كلها اينوكس. الفرق ما بين الاينوكس وما بين التوربين ديال البلاستيك هي الاثمنه. بالنسبه لهذا ديال الاينوكس راه كيخدم في جميع الحالات، الا كان الماء مالح او لا مثلا في واحد الماده راه كيتحمل. اما بالنسبه للمضخه اللي فيها التوربين ديال البلاستيك حتى هي راه خدامه، ماشي ما خداماش ولكن كتخدم في بعض المناطق. اما ديال الاينوكس فراه كيمشي للبروفوندور، كاين الغرق بزاف كيخدم فيه. وبالنسبه لهذا اللي فيه ديال التوربين ديال البلاستيك حتى هو راه مزيان، هو ان المضخه ديال الاينوكس كتطول في المده ديالها. اما بالنسبه اللي كيكون عندها التوربين ديال البلاستيك الا كان التراب او لا الرمله او لا الحجر فراه كيتكالوا هذوك لي توربين وكينقص الديبي. بالنسبه للمضخه ديال الاينوكس كيبقى الديبي ديما هو هو. كما قلت لكم الاخوان حنا راه غادي نحطوا النقاط على الحروف. المضخه اللي وريناكم هي هذه، وهي هذه اللي غادي تنزل في البير. بالنسبه للراكور اللي راك فيها راه راكور ديال 63 يعني 2 بوس ماد ان اسباني. القنب كما كتشوفوا راه هي هذه. بالنسبه لهذه المضخه ديال 5.5 كيكون ثقل بزاف، كما كتشوفوا النوعيه ديالها هي هذه. بالنسبه للالواح، الالواح ديال 450 بحال هذه النوعيه هذه اللي مقسومه على جوج، اللي فيها الفولتاج زايد وفيها لامبيراج زايد. الحديد حنا غنتكلموا ان شاء الله على الحديد في المنظومه. هنا كما كتشوفوا الاخوان كما قلنا الالواح ديال الطاقه الشمسيه راه ديال 450. اول حاجه كيعطيوك المساحه ماشي بحال ديال 250. الا كنتي غتركب مثلا واحد 26 ولا 24 لوح شمسي ديال 250 راه غتركب 15 لوح شمسي ديال 450. كينقص عليك التكلفه ديال الحديد يعني كدير الدوبل ديال هذا الحديد اللي راكب، وكينقص عليك التكلفه ديال الخيط ديال الانستالاسيون ديال الالواح الشمسيه. يعني كاين الاقتصاد في هذا النوع ديال الالواح الشمسيه ديال 450.
كما كتشوفوا الاخوان بالنسبه للفيكساسيون المنقيه ومزيانه وسودينا درنا ليها التلحيم يعني لحمناها ما يأثرش فيها البرد يعني داكشي راكب متقون على حقه وطريقه. بالنسبه للبئر راه بعيد بالتيو راه درنا التيو ديال الفيرو احسن ما كاين يعني الفيرو هو اللي مزيان. الاخوان ما تنسوناش باللايك وبالبارطاج الى عجبك المحتوى ديال القناه وعجبك الفيديو ما فيها باس دير لينا اشتراك وان شاء الله باش نستمروا في نشر هاد الفيديوهات. الاخوان لاول مره كيشوفوا القناه ديالي فراه هاد القناه مختصه في هاد الشيء ديال نظام الطاقه الشمسيه والمضخات والابار. اعطيناكم جميع التفاصيل واعطيناكم بعض المعلومات ان شاء الله. دابا غادي نديروا واحد السياج للمضخه غادي نهبطوها في البئر وغادي نحاولوا نشوفوا الديبي ديال هاد الخمسه الخيلونس. بالنسبه للجو راه الجو فيه الضبابه يعني عامر ما كايناش الشمس نهائيا وان شاء الله غادي تشوفوا الديبي ديال هاد المضخه هذه. الاخوان اللي بغى شي معلومه اولا مثلا بغى يركب الطاقه الشمسيه راه غادي نخلي لكم ارقام ديال الهاتف في صندوق الوصف. ما شاء الله الديبي مزيان انتما كيما كتشوفوا الى عصام انا زيد الديبي. انا حطيتكم قدام الامر الواقع باش ما تقولوش بان هاد السيد هذا عاطيها لينا على الشفاوي. مهم انتم شفتوا الماتيريال شفتوا السلعه شفتوا الدي في ديال المضخه. الاخوان لاول مره كيلتحقوا بالقناه وعندك اهتمام بهذا المجال ديال الطاقه الشمسيه فراه عندنا اكثر من 90 فيديو لتعرف اكثر على قناتنا. وشكرا لك على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله. تدعي عصام كتشوية؟ اه كتشوية.